بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بجميع من يستمع إلى رواية ست شامية الجزء الأول. وقبل أن أبدأ في القراءة، قراءة القصة وصفحاتها على في الكتاب الورقي الذي سيصدر باللغة الإنجليزية على اليمين وعلى الشمال أو على اليسار صفحات المفتاح. فقبل أن نبدأ في قراءة القصة أعطي نبذة عن محتويات الجزء الأول، وسيكون ممكن هناك أكثر من 50 تسجيل طبعا للقراءة، قراءة القصة. لكن في هذا الجزء، في هذا التسجيل الأول، نستعرض جميع ما سيكون هناك، سيكون في الجزء الأول وهو المفتاح. ستكون هناك كلمات قليلة جدا، منها كسمي اختصار لست شامية. ممكن بعد كذا تسجيل، يعني 4-5 تسجيلات، تتغير حتى كلامي، يعني ما أقول ست شامية تاني مرة، نقول كسمي الكي، ما أقول كي، ما أقول المفتاح، أقول كي، لأنه كلمة كي مشهور. الرواية نفسها يعني الكي، في كلمة كار اللي هي عن الكورونا، أي ما بعد كورونا أو ما بعد قفل كورونا. كار اختصار من كورونا، after reopen يعني بعد الفتح أو بعد انتهاء الحجر، إلا طبعا استمر سنة 2020 ونحن الآن موجودين في سنة الرواية. لا نطيل في التسجيل الأول، لأن كل تسجيل ممكن يكون من 10 إلى 15 دقيقة. فالتسجيل هذا نسميه VR00، يعني مقدمة للرواية، ونذكر فيه قصة صغيرة موجودة الآن أمامكم. فإذا نركز، هناك كي مفتاح، وهناك كسمي اللي هي ست شخصية رئيسية في الرواية، ست شامية. يعني الآن أنا بتكلم، لكن يجي وقت بعد التسجيلات نقول كسمي تتكلم، تتحدث إليكم، ويعتبر كلامه. فستستخدم في كلامها دين وكي، يعني مثلا هي أصلا تتكلم بالعربي، لكن بدل المفتاح تقول كي، عشان بس نركز ونفهم لما تقول كي يعني هل هي تعرف إنجليزي؟ لا، لكن الرواية اختارت إنه كل ما قالت هي مفتاح يصير تتبدل بكي. فسأبدأ بالقراءة. نتذكر يعني في 4 كلمات، كار تدل على الخروج من حجر كورونا بالنسبة للعالم، للقراء كلهم، لكل البلاد، العربيين في العربي والإنجليزي. طبعا الرواية 4 أجزاء إن شاء الله ستصدر في سنة 2021، ممكن كل شهرين جزء. الجزء الأول ممكن يأخذ 2 أو 3 أشهر، يعني في 3 أو 4 يصدر الجزء الأول اللي هو الكتاب. أما التسجيلات فهي موجودة
لما يصدر الكتاب سنسحبها في النت في قناة MCH مسافة سمارت في اليوتيوب. نبدأ الآن بالقراءة. كنت أتذكر في الحارة في بلدة كسمي وهي مكة المكرمة. كسمي هي ست شامي. في ذلك الوقت كنت في الثاني إعدادي، يعني عمري تقريبا 14 عام. وكان لي صديق عمر زميلي في الحارة، وأخوه أكبر منه عبد الله في الصف الثاني ثانوي. وكنت أنا أحب أقرأ قصص أشتريها من مكتبة صغيرة في جرول، مساحتها يمكن دكان 10 متر مربع، مكتبة عبد الكريم التكرون في يعني من إفريقيا من السود في جرول. أتردد عليه أشتري قصص زي أرسل لي بين وكذا من فلوسي. طبعا كانت القصة بريالين أو بريال ونص أو حتى نص ريال، إنه يبيع مستعمل وجديد، فكانت غالية يعني. المهم الأخ عبد الله اللي هو الكبير في سنة تاني ثانوي قال لنا في كاتب مبدع جديد ذكي، فكاتب رواية في بيتنا الرجل، والبطل والبطلة يعني لما يكونوا مع بعض حبوا بعض وكذا يكتب تفاصيل كيف يمارسوا الجنس ولا كذا، يعني حاجة في العميق كده شوي، وإنه كتبه مسموح. حتى عبد الكريم التكروني، مكتبة عبد الكريم التكروني يبيع. فرحت اشتريت الكتاب، نوع من اللقافة، اشتريت الكتاب وقريته كله تقريبا القصة في بيتنا رجل. قابلت عبد الله بعد فترة فقلت له قرينا القصة يا عمي، ما فيها الكلام اللي بتقول عليه. قال لي انت ما انتبهت انه في بينهم كده يعني حاجات كده غران. قلت له بيكتب حاجات يمكن غيره بيكتب اعمق منها. قال لا، في صفحات كده فيها نقاط. قلت له يكون ان الداني هي ممسوحة. قال لي لا لا لا، هي دي النقاط، يعني صفحة صفحة ونص نقاط، يعني انه انت تخيل ايش صار. طبعا بالنسبة لنا نحن الشباب زي قولت ايش، زي قولت يخص يعني في ذاك السن. الآن يعني يعتبر فعلا أفضل كتابة إنك تترك الواحد يتخيل. فكتاب ست شامية والرواية فيها هذا الشيء، لكن بطريقة أخرى، بطريقة الأرقام والأسماء وكذا، فهي لفك اللغز أو تتبع UI هو اللي هو تقريبا له مواصفات الجن، لكن هو ليس من الجن وهو إنسي، وأحيانا يعني يمر في مر العصور يكون موجود كأنهم يتوارثوا كأنها عائلة UI هو. طبعا ما نقدر نقول أكثر من كده. نلقاكم في التسجيل بعد المقدمة، التسجيل الأول، ست شامية VR 01، وشكرا.